المتعطيل الوقت على نص نهار 39 دقيقة لانترفيو إكسبير. لانترفيو إكسبير الأستاذ في الاقتصاد رداش كونديلي حاضر معنا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة. وكل عام وانت حي بخير ورمضانك مبروك. رمضانك مبروك ورمضان مبروك على كل مستمعي إذاعة إكسبريس أف إم. شكرا لك أستاذ رضا شكونديلي. ونحكيه على الآخر ما ورد على لسان فيتش ريتينغز، نحكيه على القطاع البنكي التونسي اللي اليوم من المفروض أن يواصل لتلبية حاجيات التمويل الدولة التونسية بالنسبة لسنة 2024. هذا شنو تقول فيتش ريتينغز لاجونس دو نوتاسيون فينانسيير انترناسيونال في آخر تقرير لها. التساؤل اليوم حول النقطة هذه، إلى أي مدى هذا سلبي أو إيجابي، بما أنه حتى في سياق الحديث تتحدث أيضا عن المخاطر في السياق هذه، ولكن وكأنه اليوم فما نبرة إيجابية نوعا ما أستاذ رضا من قبل فيتش ريتينغز. لا، ما فماش نبرة إيجابية. هو يقول لك فما صعوبات كبيرة ياسر على مستوى تعبئة الموارد الخارجية، ومش ممكن من لاخر العام هذا في اطار الانتخابات الرئاسيه باش نقدموا على تعامل مع صندوق النقد الدولي. بالتالي الاحتياجات هذه اللي احنا ماناش باش نلقاوها ما نجموش نعبيوها. ويقول لك نجموا نعبوا فقط 2.5 مليار دولار من جمله خمسه تقريبا، يبقى فما فجوه نتاع 2.5 مليار دولار. الشيء هذا كل باش يخلي الحكومة التونسية تتوجه نحو التمويل الداخلي. هذا مسموم من فما نوع مارج دو مانوفر، يعني على خاطر فما الودائع قاعدة ترتفع، نسبة النمو تاع الودائع معناها أكثر من 6%، وفي المقابل الاقتراض خاصة على مستوى الاقتصاد قاعد يتراجع. هذا يخلي نوع من السيولة متوفرة لدى البنوك اللي تنجم بها يعني تلبي حاجيات الدولة في سنة 2024. يعني يقول قائل توا هو مش نصيحة، معناها مش هايك الدولة ننصحوها باش تمشي في الإطار الاقتراض الداخلي. لا، هو يعني فما إمكانية، ولكن المخاطر نتاع التمويل الداخلي مخاطر كبيرة وكبيرة جدا. هذا متعارف عليه، وكان حتى قبل فيتش يمكن ذكرته قالت لي ديما فما مخاطر، مش الوكالة التصنيف الأولى اللي تقول هذايا، ولكن اليوم نحكيه على وكأنه علاش قلت نحبك تعلق على الجانب هذايا بالأساس أستاذ رضا، أنه وكأنه فما تخفيف لوطأة أو للمخاوف والمخاطر اللي كان ياسر تحكي عليها سابقا فيما يخص اقتراض الدولة من قبل من البنك المركزي ومن القطاع البنكي إجمالا. ولكن توا شوف فما صعوبات، والصعوبات هذه لا تخلي الدوله ما هيش ما عندهاش خيارات اخرى. اذا كان هي اختارت القطع مع صندوق النقد الدولي خاصه بالنسبه للسنه، ويعني المارج دو مانوفر تري ليميتي، دونك ما عندها حتى حل اخر. ما تنجمش ترفع في الضرائب، خاطر الترفيع في الضرائب ما نجموش نمشوا فيه اكثر لانه عندنا نسبه ضغط جيبيه عاليه وعاليه جدا. وبالتالي الحل المتوفر هو هذا، ولكن تقول فيتش الحل هذا المتوفر راهو فيه مخاطر كبيره على مستوى صلابه النظام النقدي من ناحيه، وكذلك على الاسعار، وعلى لانه الطلب وقت يبدا كبير برشا على مستوى الاقتراض الداخلي، الكلفه تاع الاقتراض باش ترتفع خاطر الطلب يزيد، هذا نسبة الفائدة. وهذا يخلي انه الكلفة على الدولة تزيد، وكلفة الدولة على الدولة تزيد تولي قدرتها على السداد تضعف، وهذا يهدد النظام البنكي. دونك هذا ايش حاب يقول في تشريكينغ. هذا شي حاب يقول في جزء ثاني. في جزء اول كما كنت ذكرت حضرتك في البدايه ممكن نحكيوا على التوقعات، والا التفسير اللي يتذكر في التقرير بالاساس يرجع ل لا مونتي دي ديبو، وطلب زاد نسبيا ضعيف للقروض اجمالا هو اللي يخلق نوع من خليني نقول ما نعرفش كنجم نسميه توازن والا لا. استاذ رضا،
السؤال والله ما فهمتك اختي. دونك نحكي قلت نحكي بشكل عام على لاجونس نوتاسيون، نحكي على الفيتش ريتينغ كيفاش تفسر لي بريفيزيون نتاعها بشكل عام اللي تربطهم بارتفاع في لي ديبو وانخفاض او تراجع في طلب القروض لا دوموند دو بري. هل هذا مرتبط بشكل هو علاش كيفاش يتفسر؟ عندك انت الشركات او الخواص او القطاع الخاص بصفه عامه عنده الحجم نتاع الودائع قاعد يرتفع على ذي البنوك لكن على مستوى الاقتراض يعني على مستوى تمويل الاستثمار قاعد يضعف لانه يعني فما حاجتين. الحاجه الاولى هو الكلفه نتاع الاستثمار قاعده تزيد وبالتالي ما الكلفه اللي هي كلفه التمويل وبالتالي ما تجعل الاستثمار هذا ماهوش مربح وبالتالي ما فماش رغبه بالنسبه للمؤسسات الاقتصاديه على مستوى الاستثمار. ونشوفوا نسبه الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي قاعده تتراجع بصوره كبيره وكبيره جدا. من ناحيه اخرى فما تخوفات وفما مناخ اعمال متوتر نوعا ما اللي يخلي المستثمرين ما يقدموش على عمليه الاستثمار. وبالتالي هذاك علاش الطلب نتاع القروض قاعد يتناقص. هذا معناها حاله غير عاديه لانه من المفروض الودائع لما ترتفع تتجه لتمويل الاقتصاد يعني بالضبط. لقطاع لتمويل القطاع الخاص أي؟ اذا كان ثم هالفينومين اللي قاعدين نشوفه فيه من جرى تراجع الاستثمار الخاص والتخوفات على مستوى الاستثمار هذا يعطي نوع من السيوله اللي الدوله ممكن تلتجا باش تاخوها ولكن يقول لك في تشراو فيها مخاطر. يعني في نهايه المطاف الخلاصه نحكيه أكثر الجانب السلبي هو اللي يهز الموضوع أكثر فيما يخص آخر تقرير الفيتش ريتينغز تقريبا. هذا على شنو نحكيه بالنسبة في علاقة ما بين البلاد التونسية والقطاع البنكي والتمويل البنكي للدولة التونسية إجمالا. هي شوف أنت وقت اللي احنا حطتنا فيتش ريتينغ في 3 سيموا يعني المسألة هو تقول لك حتى اللجوء إلى الاقتراض حتى احتياجات الاقتراض الداخلي راهي في الماكسيموم وأرفع من الدول اللي احنا قاعد محطوطين في نفس الخانة نتاع 3 سيموا وبالتالي ما يلزمش نمشيو أكثر من هكاك. كان من المفروض اش تحب تقول في تشريتينغ راني لازم نبذل مجهود على مستوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على مستوى تعبئه الموارد الخارجيه على نزيدوا نعملوا مجهود على مستوى عائدات السياحه وعائدات التحويلات التونسيه بالخارج هذا لا يخفف شويه الضغوطات على مستوى الداخل وبالتالي يعطي نوع من تقلص الطلب على مستوى السوق النقديه ويسهم في يشجع البنك المركزي انه يزيد يخفض في نسبه الفائده وبالتالي الكلفه تزيد تنقص وتولي شارج اقل على مستوى نفقات الدوله على مستوى تسديد الديون الداخليه وهذا يعطي نوع من الاريحيه للدوله. هذا ايش يحب يقول؟ مش يقول اي دوله وكعندك انت سيوله وبرا خوذ وما فما حتى اشكال. لا قال لك فما برشا مخاطر. وكل مخاطر ديما موجوده. شنو منتظر من في الفتره القادمه استاذ رضا شكونديلي؟ شنو نجم نشوفه من سواء كان فيتش ريتينغز ولا غيرها من الوكالات التصنيف الدوليه في نفس الاسياق هذايا وبنفس المعطيات اللي قاعدين نحكيوا عليها من تمويل للدوله من قبل القطاع البنكي من خلال زاده كيف المعطيات اللي كنا نحكيوا عليها فيما يخص لي ديبو لي بري التراجع نتاعهم اتسيتيرا هذايا شنو ينجم ينجر عنه في الاشهر القليله القادمه المؤشرات اللي نجم نشوفوها؟ شوف احنا عملنا في 2023 نسبة نمو تاع 0.4% يعني اقل من الربع نتاع اللي احنا قدرناه. علاش؟ على خاطر مشينا في تفضيل تسديد الديون الخارجية على حساب التنمية على حساب توريد المواد الأولية والمواد النص المصنعة اللي تحتاجها المؤسسات الخاصة. إذا كان باش نمشوا في نفس الواحد احنا قداش عملنا تقدير على مستوى 2.1 نسبة نمو ماناش باش نوصلوا لها باش نوصلوا نفس اللي وصلنا في 23 وهذا باش يعطي خسارة نتاع موارد جبائية احنا خسرنا في 23 2 مليار دينار تقريبا. هذا باش يزيد يعطي الحاجه الى الاقتراض الخارجي او الاقتراض الداخلي بيعطي الضغوط على مستوى السوق النقديه الداخليه. هذا باش يزيد يأزم الوضعيه. احنا السلوك هذا نتاع المقاربه اللي مشينا فيها في 23
وحنا نفتخر بها، انا سددنا الديون نتاعنا وكذا، ولكن كان على كلفه اقتصاديه كبيره، وكان كانت التكلفه حتى على مستوى التوازنات الماليه تكلفه كبيره، وبالتالي لابد من الانتباه نغيروا في الطريقه هذه وفي التفكير هذا وفي المقاربه هذه، ونعطي الاولويه للنمو الاقتصادي هو اللي باش يعطينا يعني الموارد الغذائيه الزايده اللي باش تخلينا احنا نحتاج اقل الى الاقتراض الداخلي او الى الاقتراض الخارجي. شكرا لك استاذ رضا شكوندلي. خليني نفكر اللي تقريبا 40% من المبلغ اللي يمكن حتى ذكرناه قبل، ويمكن ساعات كيف يتذكر في التقرير وقت اللي نحكيه على ميزانيه سنه 2024 اللي نلقاو فيها زياده مهمه بنسبه 20% للحاجيات الخام للتمويل بالنسبه للسنه اللي مقارنه بالسنه اللي تعديت. هذا نحكي على مستوى الزياده بالطبيعه، باش نحكيو على ما يقارب 28 مليار من الدينارات، تقريبا 40% منها باش يكون تمويل مغطى من خلال موارد داخليه للتمويل بالاساس. فوالا ان توكا بالنسبه للفتره القادمه كنت وضحت انت استاذ رضا شكوندلي شنو المنتظر. صحيح لي فما برشا توقعات للاسف ما وصلنا لهاش، واخرها مستوى النمو بالنسبه لسنه 2023 توقعات زاده، فما برشا يعتبروا لي 2024 باش تكون زادة يعني بعيدة شوية، ما سيتم تحقيقه بعيد شوية عن، أو ممكن مش برشا عن ما تم الإعلان عنه إلا توقعه على الأقل. ننتظر آخر التقارير، تقارير الوكالات التصنيف الدولية ومؤسسات التمويل زادة كيف كيف الدولية، ونحكيه بأكثر تفاصيل. شكرا لك مرة أخرى، نحن مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين على إكسبريس FM.